السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب مادة الإلكترونيكس، معاكم المهندس عبد اللطيف. هنتكلم في الفيديو ده عن دوائر الكليبنج سيركتس، أو بتسمى الدايود كليبرز أو بتسمى الدايود ليميترز. عشان نفهمها مع بعض هستخدم برنامج محاكاة كده بس من خلاله أعرض الموجات وأرسم الرسومات. يعني البرنامج ده اسمه بروتاس. مبدئيا كده عشان نفهم البيزك ايديا بتاعت الدايرة، هناخد دايرة بسيطة خالص. الدايرة دي عبارة عن سبلاي اي سي ان سيريز مع مقاومتين اتنين متساويين، قيمة الواحدة منهم مثلا 10 كيلو. زي ما حضرتك شايف كده، تتوقع كده لو خليت السبلاي ده مثلا 50 هرتز وبيك الجهد بتاعه وليكن 12 فولت، تتوقع كده ال 10 فولت 10 كيلو دي هيبقى عليها جهد ساين ويف البيك بتاعه كام؟ هيبقى البيك بتاعه باستخدام الفولتج ديفايدر. الفولتج ديفايدر يا شباب، عشان تبقى عارف الفولتج ديفايدر، قاعده الفولتج ديفايدر اللي خدتها في السيركتس هي عباره عن ايه؟ عباره عن ان الجهد على اي مقاومه في مجموعه مقاومات متوصله توالي هو عباره عن جهد البرانش الكلي. جهد البرانش الكلي البيك بتاعه كام؟ 12. البرانش كله جهده 12. الجهد بقى المقاومه اللي انا عايزها هو عباره عن نسبه قيمه المقاومه دي اللي هي كام؟ اللي هي قيمتها 10 على مجموع مقاومات البرانش التوالي ده اللي هو عليهم الجهد ال 12. الجهد ال 12 ده على كام مقاومه؟ على مقاومتين، قيمه الواحده منهم كام؟ قيمه الواحده منهم 10 والثانيه قيمتها 10. القاعده دي بتسمى الفولتج ديفايدر. يبقى المقاومه دي هيجي عليها جهد البيك بتاعه كام؟ 6 فولت. طب لو المقاومه دي مثلا كانت قيمتها مثلا وليكن قيمتها 3 كيلو فرضا يعني، فلو انا عايز اطبق قاعده الفولتج ديفايدر هيبقى الباست هيبقى كام؟ هيبقى 3، لان انا عايز الجهد على 3. طب المقاومات المتوصله توالي هيبقى 3 زائد 10، هيبقى الجهد كام على المقاومه اللي هي 3؟ هيبقى قيمتها 2 بوينت زي ما انت شايف كده. طب لو خليت مثلا القيمه دي مثلا وليكن 5، 5 كيلو، وجيت احسب هيبقى الجهد كله 12. المقاومه اللي انا عايز احسب عليها الجهد قيمتها 5، مجموع المقاومات عباره عن 5 زائد 10 هتديك كام؟ هتديك 4 فولت. طب عايز اقيس الجهد، في عندي هنا تول اسمه سكوب ممكن اقيس بيه الجهد على المقاومه اللي هي 5 كيلو. عندي في فور تشانل، تشانل ايه هوصلها على النقطه دي. النقطه الثانيه فين؟ انا عايز اوصل النقطه الثانيه بتاعت التشانل على النقطه الثانيه بتاعت المقاومه عشان عايز اقيس الجهد على المقاومه دي. السكوب ملوش نقطه ثانيه في البرنامج ده، النقطه الثانيه بتاعته اسمها جراوند، ودي هي النقطه المرجعيه اللي انا بقيس كل جهود الدايره بالنسبه لها. يعني الجهد اللي انا بقيس النقطه دي بالنسبه لمين؟ بالنسبه للجراوند. يبقى التشانل الاولانيه اللي لونها اصفر ديت هتديني جهد المقاومه دي. لو هي 5 و10 ودي 12 المفروض دي يبقى عليها كام؟ زي ما طلعنا دلوقتي المفروض يبقى عليها 4 فولت بيك. فنعمل ران كده ونشوف. التشانلز دي انا مش عايزها، دي التشانل اللي انا عايزها. اخلي الفولت بير ديفيجن وليكن مثلا واحد مثلا، واخلي التايم بير ديفيجن كده مثلا على سبيل المثال نخليه كده. وده عشان تشوف الموجه كامله، دي سي كومبوننت واي سي كومبوننت زي انت ما اخدت في المعمل كده لما اتعاملت مع جهاز السكوب، كنت بتظبط المود بتاعه على انه يقيس دي سي. الاي سي دي بيقيس لك الاي سي كومبوننت، الدي سي كده الموجه ظاهره قدامي. انا واخد 1 فولت بير ديفيجن. تعالى اعد بقى المربعات، فين الصفر بتاعي؟ الصفر بتاعي اهو، الصفر هو الخط اللي هو المنقط ده. عد كده كام مربع؟ 1 2 3 4، دي كده عليها 4 فولت. لما تبقى دي 5 ودي 10 يبقى عليها 4 فولت زي ما احنا حسبناها هنا. طب لو خليتها 10 و10، لو خليت المقاومه دي قيمتها 10، 10 كيلو، 10 كيلو المفروض يجي عليها كام؟ النص. النص اللي هو كام؟ 6، لان دي 12 يبقى دي 6 ودي 6. لو عملنا ران وجينا نشوف شكل جهد الخارج، عد بقى كده المربعات، 1 2 3 4 5 6، دي قاعدة الفولتج ديفايدر. طب دلوقتي الموجة اللي ظاهرة قدامي ديت اللي ظاهرة قدامي في الاسكوب، هتلاقي في فترات الموجة قيمتها موجبة وفي فترات الموجة قيمتها سالبة. الفترات اللي هي قيمة الموجة موجبة دي معناها ان النقطة اللي انا بقيسها بالنسبة لنقطة الجراوند اعلى من نقطة الجراوند الفترات دي. في فترات تانية النقطة اللي فوق سالبة بالنسبة للجراوند، دي معناها إن في الفترات ديت جهد النقطة اللي فوق أقل من الجراوند. طب بعض الأحمال على حسب طبيعتها وعلى حسب المانيوال لما أنت تشتري الحمل وتقرأ في المانيوال بتاعه، أحيانا يقول لك إيه أو الديفايس نفسه لو أنت جايب له داتا شيت يقول لك مثلا إن في نقطة معينة ما ينفعش تبقى موجب بالنسبة للنقطة التانية، لو حصلت الجهاز ده ممكن يتحرق.
ففرضا انا هفترض ان النقطه اللي فوق ده اهي لو حصل لها وزادت عن النقطه اللي تحت لاي سبب كان، الجهاز ده اعتبر ان الار 2 ده جهاز ممكن يتحرق. طب ازاي احل المشكله ديت؟ احل المشكله دي ان انا اجيب لها جهاز حمايه او جهاز بروتكشن يمنع ان النقطه اللي فوق مثلا تزيد عن النقطه اللي تحت او العكس. فجهاز البروتكشن ده بالنسبه لي ما هو الا عباره عن دايود. بوصله ازاي؟ بتوصله النقطه اللي انت مش عايز تزيد من في الجهد بتوصلها على الانود، والنقطه اللي انت مش عايزها تقل في الجهد بتوصلها على الكاثود. بالتالي يا شباب لو النقطه اللي فوق حاولت تزيد عن النقطه اللي تحت ايه اللي هيحصل؟ الدايود ده هيشتغل وهيعمل ليميت للجهد عند الكام؟ عند قيمه الدروب عليه اللي هو 7 من 10 فولت اللي هو من السيليكون، و3 من 10 فولت اللي هو من الجرمانيوم، او زيرو لو انا شغال ايديال. فنعمل كده ران، هتلاقي الموجه اللي كانت على المقاومه ديت اللي هي كانت 6 فولت او كانت 4 فولت لما كنت شغال على مقاومه 5 هي نفس الموجه، بس كل الموضوع الموجب هيتقص بسبب وجود الدايود ده. فنعمل كده ران ونشوف. شايفين يا شباب الموجه بتقص نفس الموجه. لو انت جيت عد مربعات عندي كده 6 مربعات، ولو انت كنت خليت المقاومه ده اهي 5 كيلو كان ظاهر لك 4 مربعات لو تفتكر ال 4 فولت. عد كده 1 2 3 4 كده اللي هم ايه 4 مربعات اهمت اللي هم على المقاومه اللي هي 5 كيلو. المقاومه 5 كيلو لما كنت حاسب لها كان بيطلع لها كام؟ 4 فولت. يبقى بالتالي يا شباب رسمه الموجه سهله. هعمل ايه؟ اولا بترسم جهد المقاومه ديت كان الدايود مش موجود، وبعد كده بتعمل بقى عمليه قص للجهد. ازاي؟ لو النقطه العليا اللي انت بتقيس جهدها بالنسبه للنقطه الثانيه هي اللي متوصله على الانود يبقى انت بتقص اي قيمه موجبه. طب لو انا عايز العكس بقى، لو انا عايز النقطه اللي تحت ما تزيدش عن النقطه اللي فوق لاي سبب كان، هعمل ايه؟ انت عايز النقطه تحت هي اللي ما تزيدش فتوصلها هي على انود الدايود. يبقى كده استحاله النقطه اللي تحت تزيد عن النقطه المتوصله عن الكاثود، لان لو حصل الدايود ده هيتحول فورورد ويعمل ليميت عند الجود. يعمل ليميت للجود عند كام؟ عند 7 من 10. و7 من 10 الموجه بتاع 7 من 10 بيبقى لتحت والسالب بيبقى لفوق، فهيظهر سالب 7 من 10 ومعمول له ليميت ليميتيشن لتحت. بمعنى يا شباب هنعمل بقى كده ران ونشوف كده الموجب هيطلع عادي، لان في الموجب لما تبقى النقطه دي اعلى هيبقى الدايود ده ريفرس كانه مش موجود. انما في النيجاتيف هاف سايكل لما يكون النقطه اللي تحت هي اللي بتحاول تبقى اعلى من اللي فوق الدايود ده هيتحول فورورد ويعمل ليميت للجود عند الكام؟ عند 7 من 10 بس هتبقى بالسالب زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا دي مش مكمل ديفيجن لان ده 7 من 10 بالايه؟ بالسالب. يبقى ببساطه خالص يا شباب على حسب وضعيه الدايود، لو لقيت النقطه ده اهي النقطه اللي انا بقيس ليها الجهد هي المتوصله على انود الدايود يبقى انت بتقص اي قيمه فوق ال 7 من 10. لو انت النقطه دي لقيتها واصله على الكاثود كده يبقى انت بتقص اي قيمه تحت السالب 7 من 10. يبقى ببساطه خالص يا شباب هتحدد النقطه دي واصله على ايه؟ واصله على انود ولا على كاثود؟ لو واصله على انود يبقى انت هتقص اي قيمه موجبه، لو واصله على كاثود يبقى انت هتقيس اي قيمه سالبه، هتقص اي قيمه سالبه. يبقى انت في الاول بتعتبر الدايود ده كانه مش موجود. ترسم جهد المقاومه ديت باستخدام الفولتج ديفايدر، اللي طبعا لو المقاومه مش موجوده لو المقاومه اوبن سيركت، لان بعض المسائل هتلاقي المقاومه دي اوبن سيركت. يبقى دلوقتي جهد البلانش ده يا شباب لو الدايود مش موجود هيبقى عامل ازاي؟ لو احنا عملنا ديليت هتلاقي الجهد اللي انا بقيسه ده بالنسبه للجراوند هو جهد السبلاي، لان المقاومه دي مش هيمر فيها اي تيار لان الدايره اوبن. هتلاقي الجهد اللي طلع هو ال 12 فولت. طبعا مش ظاهر معايا هنا لان انا مستخدم 1 فولت بالديفيجن، لو استخدمت 2 فولت بالديفيجن هتلاقي ان دول 6 مربعات في 2 ب 16 فولت ب 12 فولت سوري. فتعمل ايه بقى؟ لو وصلت الدايود هيقطع لك القيمه الموجبه. فاحيانا تلاقي رسمه جايه لك انلودد يعني المقاومه دي مش واصله، فكده بيظهر معاك جهد السبلاي كله وبعد كده تقص منه يا اما 7 من 10 يا اما تقص منه، يا اما تقص منه اللي فوق 7 من 10 يا اما تقص منه اللي تحت السالب 7 من 10. فبالشكل ده يا شباب لما السبلاي في البوزيتيف هاف سايكل ده هيبقى ريفرس وهشوف جهد السبلاي كله، في النيجاتيف هاف سايكل ده هيتحول فورورد وهيبقى الجهد ده ليميتد عند كام؟ عند السالب 7 من 10 زي ما حضراتكم شايفين كده. نرجع دي تاني على الواحد ونوصل المقاومه دي تاني. الدايرتين دول يا شباب اسمهم دوائر الفولتج كليبرز سيركت اللي هي الدوائر اللي بتقص الجهد. في دوائر تانية بقى اسمها البايزد كليبر سيركتس. البايزد كليبر سيركتس نرجع للدايره اللي فاتت. نعمل دي روتيت ونوصله بالوضعيه دي كده يا شباب. لو انت وصلته كده مباشرة يا شباب كنت بترسم جهد خارج ازاي؟ لو انا خدت الدايرة دي كوبي بره ورحت على برنامج البينت
نمسح ده. لو انا جيت هنا وحطيت الدايره اهي زي ما حضراتكم شايفينها كده، لو قلت لك ارسم لي جهد خارجي فيها كنت بقى نمشي الخطوات بتاعتنا، هعمل ايه؟ اولا هرسم جهد المقاومه ديت، والدايود ده مش موجود، فكان طالع معايا جهد كام؟ جهد البيك بتاعه ب 4 فولت. نرسمه جهد، هرسمه منقط بالاصفر. البيك بتاعه كام؟ البيك بتاعه 4 فولت. تاني حاجه بتشوف جهد النقطه ده بالنسبه للجراوند لما يكون الدايت فورورد، لما يكون الدايت فورورد هيبقى المكافئ بتاعته مكافئ ليه بطاريه الموجب بتاعها كده والسالب بتاعها كده وقيمتها 7 من 10، فيبقى في عندي جهد تاني قيمته 7 من 10 هرسمه لك بالاخضر. وموجب ولا سالب النقطه ديت كده موجبه بالنسبه لدي لما يكون الدايت فورورد هيبقى موجب بكام؟ بموجب 7 من 10. ودي كام؟ دلوقتي دي سالب 4 فولت، ده لما يكون السبلاي ده 12 فولت بيك. لما تلاقي النقطة دي يا شباب يبقى انت دلوقتي هترسم حاجتين اتنين، هترسم جهد كأن الدايت مش موجود، والجهد كأن الدايت موجود دايما، فرسمت 7 من 10 على طول البريود. لما تلاقي النقطة بقى العليا اللي انت بتدس لها الجهد دي واصلة على الانود، قص أي حاجة فوق ال 7 من 10، فوق الخط الأخضر ده. وأي حاجة تحت الخط الأخضر مشيها. فأنا هقص أي حاجة فوق الخط الأخضر. وتعمل إيه؟ وتمشي أهو. هنمشي سوري هنمشي كده، يبقى ده شكل جهد خارج. اللي نازل ماشي، اللي تحت مش هقصه، اللي فوق الخط اللي هو الاخضر هقصه. على عكس لما تلاقي النقطه ده هي واصله على الكاسود، لما تلاقي النقطه ده واصله على الكاسود قص اي حاجه تحت الخط. يبقى تاني يا شباب، لما تلاقي النقطه ده هي واصله على انود الدايود قص اي حاجه فوق الخط. طب لما تلاقي واصله على الكاسود، يعني لو كانت النقطه اللي فوق دي واصله على الكاسود زي الرسمه اللي كانت فاتت كانت عامله كده، كانت قال واصله على الكاسود، ودي عندي هنا مقاومة وعندي هنا السبلاي وعندي هنا مقاومة تانية. لما كنت تيجي ترسم الجهود كنت اقول لك اه هيطلع معاك ساين ويف زي الساين ويف التانية دي، البيك بتاعها ب 4 فولت. انما لما يبقى الدايت فورورد هيبقى المكافئ ليه بطارية، السالب بتاعها هنا والموجب كده. فهتبقى شايف كام؟ هتبقى شايف السالب 7 من 10 فولت. يبقى ده الخط بالنسبة لي، ده الخط الدي سي اللي انا هقصه، يا اما اللي هقصه فوقه يا اما هقص تحته. اقص فوقه لو انا النقطه دي شايفه الانود، اقص اللي تحته لو النقطه دي شايفه مين؟ شايفه الكاسود. فرسمه شبه كده، هقص اللي تحت الخط ده واي حاجه فوق امشيها عادي، فده هيبقى ماشي معايا عادي. اي حاجه تحت لا هقصها واطلع عادي ماشي، واي حاجه تحت هقصها زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى النقطه ديت النقطه اللي انا بقيسها لو واصله على الانود هقص اي حاجه فوق الخط، فوق الخط ده هو اللي هو بيمثل الجهد بتاع البرانش لما يكون الدايت فورورد اللي هو الخط الدي سي. هقص اللي فوقه لما يكون النقطة دي واصلة على الأنود، هقص اللي تحته لما تكون النقطة دي واصلة على مين؟ واصلة على الكاسود. دي بتسمى الكليبر سيركت. طب البايزد كليبنج سيركتس بقى، البايزد كليبنج سيركتس بيوصل هنا بطارية، هيوصل هنا إيه؟ بطارية سيل بأي بولاريتي بقى، يعني لو وصلها كده مثلا البطارية دي وليكن مثلا قيمتها 3 فولت، وهرجع بالمقاومة دي لغاية 10 كيلو. 10 كيلو يعني المفروض الجهد بيوصل عندها ما بين ال 6 والسالب 6 كده. يا شباب خط الدي سي اللي هو جهد النقطه دي بالنسبه للجراوند لما يكون الدايت ده فورورد هيختلف. هيختلف ليه؟ لما كان الدايت فورورد في الدايره اللي فاتت وما كانش في المقاومه دي موجوده كنت بقول لك ان خط دي سي بيبقى قيمه مين؟ قيمه جهد الدايود بس اللي هو 7 من 10. طب دايره شبه كده لو خدتها كوبي ورحت على برنامج البينت ومسحت ده كله كده وحطيتها، تعال نرسم بقى الخطين اللي قلت لك عليهم. اول حاجه اعتبر الدايت ده اوبن، هيبقى الجهد على المقاومه دي كام؟ هيبقى الجهد على المقاومه دي بالفولتج ديفايدر. البيك بتاعه كام؟ البيك بتاعه 6 فولت. والبيك من ناحيه السالب بسالب 6 فولت. طب خط الدي سي بقى لما يكون الدايت ده فورورد كافئه ببطاريه قيمتها 7 من 10 بالبولاريتي دي، وامسح ده خلاص، فيبقى الجهد كام؟ هيبقى عباره عن 7 من 10 زائد 3، فيديك كام؟ 3 و7 من 10 فولت. ده الخط الدي سي بتاعي بقى. لو كانت البطاريه مش موجوده كان خط الدي سي ده بيبقى ثابت عند 7 من 10. وجود البطاريه بيعمل ترحيل للخط ده، سواء فوق لما تكون البطاريه دي الموجب بتاعها هو اللي واصل على الكاسود، او لتحت لو السالب بتاع البطاريه هو اللي واصل على الكاسود. وبعدين يا شباب كده انا رسمت الخطين بتوعي، فاضل لي بقى ان انا اقص.
النقطة دي يا شباب شايفة مين؟ شايفة أنود الدايود ولا شايفة كاثود الدايود؟ هتلاقي شايفة أنود الدايود، فتقص أي حاجة فوق الخط، فأقص مين؟ أقص الجزء ده. ويبقى ده شكل جهد الخارج اللي هرسمه لك بالأسود. نعمله ليميتد فين؟ عند 3.7 فولت، ويبقى ظاهر معاك بالشكل ده. ويحصل له ايه ليميتيشن كده وبعدين ينزل تاني. فعشان كده بيعمل عمليه اسمه بايز، لانه بيقص عند ليفل غير 7 فولت. طب فرضا البطاريه دي كانت مقلوبه، طب تعالى نشوف الاول نتاكد ان شكل الموجه هيطلع كده. تعالى نعمل هنا ران. دايما هتلاقي ان القص بيبقى لفوق لما يكون الدايت ده هو اللي فورورد، لما يكون النقطه دي سوري هي الوصل على انود الدايت. نشوف كده شكل الموجه كده ونتاكد ان الموجه اللي احنا رسمناها صح ولا غلط. مظبوط يا شباب، الموجه طالعه من قدامنا اهي، مقصوصه عند كام؟ عند مربع 2 3.7 من 10، مقصوصه عند 3.7 من 10. طب فرضا بقى البطاريه دي مقلوبه عشان ناخد كل الاحتمالات. روتيت وتوصلت مثلا كده. تعال نرسم الخطين بتوعنا، تعال ناخد الدايره دي كده وكوبي. سوري. الدايره كده يا شباب، تعال نرسم الخطين بتوعنا. اول خط هو جهد المقاومه دي لما يكون البرانش ده اوبن سيركت او الدايت ده اوبن سيركت. فهو بقى عباره عن ساين ويف، البيك بتاعها كام؟ 6 فولت. او على حسب ما انت تحسبها بقى في الامتحان. طب الخط التاني بقى، الخط التاني بعرفه امتى يا شباب؟ بعرفه عن طريق ان انا اعوض عن الدايود ده ببطاريه لما كافئ ولما يكون فورورد. لما يكون فورورد هتبقى بطاريه، سوري، البطاريه الموجب بتاعها بيبقى لفوق والسالب بتاعها بيبقى لتحت. هيبقى قيمتها كام؟ 7 من 10. طب ودي كام؟ 3. هيبقى خط كام بقى؟ 7 من 10 ناقص 3 هيديك سالب 2 و 3 من 10. فترسم خط سالب 2 و 3 من 10. ده الخط اللي انا هقص عنده. والبيك ده كام؟ البيك ده سالب 6. طب النقطة دي واصلة على الانود ولا واصلة على الكاثود؟ واصلة على الانود، يبقى تقص أي حاجة فوق الخط، يبقى مين اللي هيتقص؟ الجزء ده كله هيتقص. يبقى لو أنا جيت أتظلل بالأسود أي حاجة فوق الخط هتتقص ومش همشي معاها، همشي مع الخط نفسه. وأي حاجة تحت الخط همشي معاها كده. انت برضو قصيت وقصيت اي حاجه فوق الخط ده، يبقى الخط ده هو الليميت بتاعي ان الجهد ما يزيدش عنه. ده لما يكون دي نقطه واصله مين؟ واصله على انود الدايود. زي ما حضرتك شايفين كده احنا خدنا ايه الرسمتين الاثنين بتوع البايزد كليبر سيركت، اللي هو لما يكون النقطه دي واصله على الانود، النقطه اللي انا بقيس جهدها هي واصله على الانود. تعمل ايه؟ زي ما قلت لك بترسم جهدين، جهد لما يكون الدايود ده كانه اوبن سيركت، وجهد لما يكون الدايود كانه بتعود عنه البطاريه كميتها 7 من 10. لو لقيت النقطه دي واصله على الانود قص اي حاجه فوق خط الدي سي، لو لقيتها وصل على الكاثود قص اي حاجه تحت خط الدي سي. تعال نتاكد كده يا شباب، نعمل كده ران للدايره دي ونشوف كده. زي ما حضراتكم شايفين ده خط الصفر اهو، والقص فين؟ عند مربع 2 و3 من 10، سالب 2 و3 من 10. طب لو الدايت بقى مقلوب، لو الدايت مقلوب بقى خط الدي سي بتقص اللي تحته مش اللي فوق ببساطه. يعني لو الدايت كده مثلا والبطاريه زي ما هي كده مثلا، فرضا البطاريه كده والدايت كده، ناخد الدايره دي كوبي كده ونروح نرسمها بره. ادي الدايره اهي، تعال نرسم الجهدين مع بعض. الجهد الاولاني ساين ويف ببيك كام؟ ببيك 6. طب لو المقاومه دي مش موجوده، لو اوبن سيركت، هيبقى البيك بتاعه هو نفس بيك السبلاي اللي هو 12 فولت. طب تاني خط عوض عن الدايت ده كانه فورورد، الموجب بتاعه بيبقى فين؟ ناحيه الانود، والسالب بيبقى فين؟ ناحيه الكاثود، 7 من 10. يبقى كده ده سالب 7 من 10 و3، يبقى سالب 3 و7 من 10. يبقى هعمل خط دي سي كده عند كام؟ عند السالب 3 و7 من 10، اللي هو جهد النقطه اللي فوق بالنسبه للي تحت لما يكون الدايت فورورد. طب النقطه دي واصله على مين بقى؟ دي اللي هتحدد اقص لفوق الخط ولا اللي تحت الخط. بالشكل ده يا شباب لما تلاقي دي النقطه واصله على الكاثود بتقص اللي تحت الخط، فمين اللي هيتقص؟ اللي هيتقص الجزئيه دي،
دي اللي هتتقص معايا، لان انا ايه، لان النقطه دي واصله على الكاسود. وبعد كده بقى ظلل اي حاجه فوق الخط ماشي ماشي معاها، انما اي حاجه تحت الخط ما تمشيش معاها، اعمل ليميتيشن فين عند القيمه دي. طب لو البطاريه مقلوبه، طبعا الموضوع دلوقتي بالنسبه لك سهل. لو البطاريه مقلوبه طبعا نتاكد الاول من شكل الجهد، هتلاقي ده الخط اهو ومقصوص اللي تحته. طب لو البطاريه مقلوبه، من غير بقى ما نروح للرسام هنستنتج احنا على طول بالوضع ده يا شباب، هتلاقي عندك ساين ويف. خط الدي سي هيبقى كام؟ هيبقى عباره عن سالب 7 من 10 زائد 3، هيبقى كام؟ 2 و3 من 10 فولت. يبقى ترسم ساين ويف، ساين ويف، وترسم خط 2 و3 من 10 فولت وتقص اللي تحته، فيديك شكل الموجه بالشكل ده. كان هو رسم الساين ويف كامله، ادي رسم الخط اهو، وقص اي حاجه تحت الخط وعمل تثبيت فين عند الخط ده. دي طبعا كل الاحتمالات اللي هتلاقيها عندك في الشيت، دي كل الاحتمالات اللي هتلاقيها عندك فين في الشيت. يعني الشيت لما تيجي تبص في المسائل بتاعته، دي مساله انلودد. طبعا جهد الخارج هيتراوح ما بينكم تاني، يا اما 7 من 10 يا اما السبلاي ده كله زي ما هو، هترسم الجهد ده كله. طب الخط هيبقى 7 من 10 موجب ولا سالب؟ هيبقى موجب 7 من 10، هتقسمه هنا. طب هتقص اللي فوق ولا تحت؟ النقطه دي واصله على مين؟ واصله على الانود، يبقى تقص اللي فوق الخط، يبقى هتشيل الموجب وتسيب السالب. دايره مثلا شبه كده، دايره شبه كده، لما تلاقي دي 1 ميجا اوم ودي 56 اوم، ال1 ميجا مهمله بالنسبه ل 56 اوم مهمله بالنسبه ل1 ميجا، كان دي اوبن سيركت. يعني ما تستخدمش فيها الفولتج ديفايدر، جهد الخارج هيبقى هو ال 10 فولت كاملين زي ما هم. طب دلوقتي خط الدي سي اللي انا هرسمه مع الجهد ده، هرسم كام؟ هرسم 7 من 10 و3 و7 من 10، ترسم خط هنا موجب 3 و7 من 10. طب تبص لفوق ولا لتحت؟ لما تبص في النقطه دي هتلاقي واصله للانود، اه قص اللي فوق. هيبقى هنا محصول الليميتيشن هنا عند كام؟ عند 3 و7 من 10 فولت. طب حاجه شبه كده، حاجه شبه كده 680 و100، استخدم بقى الفولتج ديفايدر، هيطلع كام جهد خارج على المقاومه ديت؟ هتستخدم الكالكوليتور، هتقول ان الجهد هيبقى كام؟ الجهد كله 200، البيك بتاعه 200، في انا عايز اخد جهد على مقاومه قيمتها كام؟ قيمتها 680 على 680 زائد المقاومه الثانيه بكام؟ ب 100، فيديك الجهد ده يا شباب اللي هو كام؟ 174 53 من 100. طب تعالى نشوف مع بعض الدايره دي كده. طب يبقى انت هترسم جهد الخارج ده اهو، لما تيجي ترسم الساين ويف بتاعته تبقى ساين ويف زي دي كده، بس البيك بتاعها كام؟ مش 200، هيبقى 174 فولت. تعالى نرسمها كده على في السيموليشن، يعني نوقف دي، نخلي ده هو البيك بتاعه 200، نخلي المقاومه ده اهي 100 اوم، ونخلي المقاومه ده اهي 680 اوم. البطاريه دي هناك في المساله كانت مقلوبه، تعالى نتوقع شكل الجهد الخارجي ونتاكد من السكوب. شكل الجهد الخارجي يبقى دلوقتي توقعت ان هو هيبقى ساين ويف ببيك 174 فولت. طب خط الدي سي اللي هرسمه، هرسمه هقعد عندها بطاريه 7 من 10 بالسالب، يبقى سالب 50 و7 من 10، سالب 50 و7 من 10، ده خط الدي سي. اقص اللي فوق ولا اللي تحته؟ النقطه دي واصله على مين؟ على الكاسود، يبقى تقص اللي تحت الخط. هيبقى ترسم هنا خط كده، واي حاجه تحت الخط تشيلها وتثبت عند كام؟ عند 50، سوري ده هيبقى سوري سالب 50 و7 من 10، يبقى سالب 50 تحت هنا، سالب 50 و7 من 10. طب النقطة واصلة مين على الكاسود؟ يبقى أي حاجة تحت الخط هتتقص، يعني الجزء ده أهو ده هتلاقيه مقصوص، لأن ده اللي هيبقى تحت سالب 50 و7 من 10، وأي حاجة فوق الخط طالعة، لأن النقطة دي واصلة على الكاسود. طالما النقطة اللي أنا بقيس جهدها بالنسبة للجراوند واصلة على الكاسود، بقص أي حاجة تحت الخط. طالما النقطة ديت اللي هي بقيسها بالنسبة للجراوند واصلة على الأنود، بقص أي حاجة فوق الخط. يبقى انا متوقع دلوقتي شكل الرسمه هيبقى طالع عامل ازاي. الحته دي هتبقى مقصوصه في الرسمه وهيطلع معايا ساين ويف البيك بتاعها كام؟ 174 فولت. نعمل كده ران. طبعا عشان كنت عامل سكيل الجهد صغير، ادي السكيل اهو يا شباب زي ما حضرتك شايف كده. البطاريه مش حاطط قيمتها مظبوطه، سوري، البطاريه انا كنت حاطط 3 فولت، هي قيمتها 50 فولت، هنا كان نقص عند 3 فولت.
تخيل دي قيمتها 50 فولت ونعمل ران. بالظبط يا شباب زي ما توقعنا، القص هنا عند 50، انا عامل هنا 20 فولت بالديفيجن، فده عباره عن 20 و20 40 وتقريبا النص، يعني تقريبا عند ال 50، 50 و7 من 10، انا قاصص عند 50 و7 من 10 فولت. لما تيجي تعد بقى المربعات ديت هتلاقي المربعات ديت لما تيجي تعدها انت كده هتلاقي ان الجهد البيك بتاعه 174 فولت وليس 200، لان حصل معايا ايه فولتج ديفيجن على المقاومتين دول اللي هم 680 مع ال 100. جزئية أخيرة بقى عايزين نعرفها مع بعض، هتلاقي عندك في المرجع في الفولتج ديفايدر، فولتج ليميتر أو فولتج ليميتر، هتلاقي أحيانا بيديك المسألة عاملة كده بالشكل ده يا شباب، جهد الخارج موجود على مقاومة أو عدم وجود مقاومة، ومصدرك الضايد على إيه؟ لما تيجي تبص للشكل ده كده لو انا اخدت كوبي الشكل ده يا شباب المكافئ ايه؟ هو حاطط لك هنا جراوند وحاطط لك هنا سبلاي، ده النيجاتيف بتاعه، النيجاتيف بتاعه يعني المكافئ اللي اداله دي، كأن عندك هنا سبلاي وواصل على نيجاتيف بالنسبه للجراوند، ففين عندك دايره تانية موجوده، الدايره دي المكافئ لها ايه؟ هتستخدم الفولتج ديفايدر، الفولتج ديفايدر، فولتج ديفايدر الجهد على المقاومه دي كام؟ قيمته سالب الفي سبلاي في ار 2 في ار 3 سوري، يعني باخد الجهد من ار 3 في ار 2 على ار 2 زائد ار 3، هيبقى انا حسبت جهد النقطه دي بالنسبه للجراوند، جهد النقطه دي بالنسبه للجراوند هو جهد المقاومه ار 3، فبتروح شايل بقى الجزئيه دي كلها كده ناخد من دي كوبي، بتروح عامل ايه بقى يا شباب؟ بتروح شايل ده كله بقى كده ومعوض عنه بسبلاي، حسبت انت جهد النقطه دي هتطلع معاك كام؟ وليكن مثلا ده سالب 50 او ده 50 فولت بالبولاريتي دي، فجهد المقاومه ديت ده الموجب، هيبقى الموجب على المقاومه دي هنا والسالب هنا والموجب هنا والسالب هنا، لان موجب البطاريه هنا كده هيبقى مقسم موجب سالب موجب سالب، فبمعنى ان النقطه ده اهي سالبه بالنسبه للجراوند، فلما تحسب جهدها هيبقى كام؟ هيبقى عباره عن مثلا 50 في ار 3 على ار 2 زائد ار 3 تكافئ ده ببطاريه، وطالما انت شايف النقطه دي سالبه بالنسبه للجراوند يبقى النقطه دي هتبقى سالب بالنسبه للجراوند بقيمه البطاريه دي، يبقى انت تعمل هنا فولتج ديفايدر وتشيل الجزئيه دي كده وتعوض عنها بمكانها بايه؟ ببطاريه. يعني لما تشوفها في المرجع اه يا شباب حسب لك الجهد الفي بايز، الفي بايز ده هو عباره عن كام؟ هو الجهد اللي على المقاومه ار 3، فقال لك هو عباره عن الفي سبلاي اللي هو ال 12 في 220 على 220 زائد 100، ده الجهد انه دي البطاريه، لما انت تشيل الجزء ده كده هتعوض عنه ببطاريه، نشوف كده بطارية قيمتها كام؟ قيمتها 8.25 فولت. يعني يا شباب هنشيل الجزء ده كده، الجزء ده هتحسب الجزء على المقاومة ار 3 من البطارية اللي هي ال 12، وتروح شايل الجزء ده كله كده وتروح حاطط مكانه ايه؟ حاطط مكانه البطارية دي. هنا البطارية كانت قيمتها موجبة، لان السبلاي كان موجب بتاعه باصص فين؟ الموجب بتاعه زي ما حضراتكم شايفين كده، الموجب ده موجب، فالنقطه دي موجبه بالنسبه للجراوند، فلما اعوض عن اعوض عنها ببطاريه اعوض عن بطاريه الموجب بتاعها واصل بالنقطه دي بالنسبه للجراوند، هيبقى قيمته كام؟ قيمته 8.25 فولت، يعني دي بطاريه قيمتها 8.25 فولت. فلما تيجي ترسم جهد الخارج بقى، جهد الخارج هيبقى ترسم الساين ويف دي كامله اللي هي 18، رسمت 18 كلها ليه؟ لان مفيش عندي مقاومه خارج، لو كان عندي مقاومه خارج هنا كنت هعمل فولتج ديفيجن ما بين المقاومتين الاثنين دول. طب الخط اللي انا هرسمه اللي انا هقص عنده هيبقى عند 7 من 10 زائد 8 25، فيبقى من 7 من 10 زائد 8 25 هيديني هنا خط 7 من 10 زائد 8 25 هيديك تقريبا 8 95. اقص اللي فوق الخط ده ولا اللي تحته اشوف وضعيه النقطه دي بالنسبه للجراوند، هتلاقي وصل على مين؟ على انود الدايد، يبقى قص اي حاجه فوق الخط، يبقى انا هقص مين؟ هقص الجزئيه دي كده
والمجهود الخارجي بالنسبه لي هو مين؟ هو الجزئيه دي كده. طبعا هتمسح الزيادات دي برضه، يعني المفروض انك تقسم ده كله منقط، فيبقى ده شكل الجهد الخارجي. اي حاجه فوق الخط ده قصتها، اي حاجه تحت الخط ده عدتها. تعال نشوف في الكتاب حلها وطلع الرسمه عامله ازاي. اهو يا شباب 8.95%، ده شكل الجهد الخارجي. ده كل اللي انا عايز اقوله في موضوع الفولتج كليبر او الفولتج كلام ليميتر سيركت. اتمنى ان تكونوا فهمتوا. وطبعا الحسابات التانية انك تحسب افريج وار ام اس والحاجات دي بالنسبه لك حاجات بيزك وسهله في حساباتها. انا كل اللي كان صعب بالنسبه لي انك ترسم ازاي الرسومات. اتمنى ان تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.